اهلا بيكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان من اكتر الشكاوي اللي هتسمعوها من ناس حواليكم هي شكوى القولون العصبي، وللاسف في ناس كتيره لما بتبتدي ان هي تفوق للموضوع شويه وتبتدي تتواصل معانا وتتكلم معانا بتكون وصلت لمرحله الورم او لا قدر الله السرطان في القولون. طيب خليني اقول لكم ان بيزد على الستاتستكس والاحصائيات بتقول انه الورم الاكثر انتشارا في الدول المتقدمه وخاصه في الرجال. عشان كده النهارده احنا هنتكلم في السجمنت بتاعتنا والفقره بتاعتنا على حكايه القولون العصبي من البدايه. هنتكلم على هل هو جيناتيك وراثي ولا حاجه مكتسبه؟ هل انا ممكن اعمل حاجه زي الوقايه علشان الموضوع ما يتفاقمش مني ويوصل لمرحله ورم او سرطان، ولا برضو دي حاجه اي كانت كنترول ومش تحت سيطرتي؟ كل ده هنتكلم عليه بالاضافه الى طرق العلاج. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، استاذ دكتور عبد الفتاح الشيخ. اهلا بحضرتك. أستاذ جراحة الأورام بجامعة الأزهر، استشاري جراحة الأورام وجراحة المناظير. أهلا بيك يا دكتور ومنور شاشة إكسترا نيوز. أهلا بيك. أول حاجة بقى يا دكتور، في ناس لسه بتشوف إن الاهتمام بالقولون العصبي ممكن يكون ليه حد أقصى، يعني ما جيش مثلا للدكتور واتكلم معاه غير لما وصلت لمرحلة التشخيص ورم أو سرطان في القولون. خلينا نقول في الأول على عواقب إهمال هذا المرض. تمام. هو إحنا إزاي بنشخص قولون عصبي؟ القولون العصبي مرض بيشخص بعد استثناء كل الأمراض العضوية. أوكي. ماشي، يعني لازم نستثني إن وجود أي التهاب في القولون، أي أورام في القولون، أي مشاكل في الشرج. ماشي. تمام. كل دي هتؤدي الى اعراض. ماشي، ما اقدرش اوصم حد او شخص او عضو انه عصبي. أوكي. الا اذا كان فعلا عنده مظاهر عصبيه بدون سبب. ماشي، فاذا كان سبب، في سبب مش هيبقى عصبي. فدي المشكله اللي بتقابلنا، ان يبقى في امراض موجوده وممكن هي اللي مسببه كل الاعراض اللي موجوده في القولون، والمريض او حد متوهم ان القولون عصبي. القولون العصبي لا يشخص الا بعد استثناء كل الامراض العضويه من القولون، بدايه من التهابات، من تقرحات، من اورام، وكمان اثبات ان مفيش اي امراض في مثلا في الشرج، ودي اشهر حاجه واسهل حاجه ممكن تتشخص. يعني احنا بنلاقي مريض بيعاني من شرخ شرجي، وهو حاجه بسيطه جدا ممكن تتعالج بسهوله، لكن عنده امساك وعنده انتفاخات وعنده لخبطه في البطن، وهو عايش حياته ان هو قولون عصبي. تمام. هو مش عصبي، القولون العصبي بيختلط عليه الامر من الاعراض او سيمتومز. كلنا فاهمين ان ما ينفعش اقول على شخص او حاجه ان هي عصبيه الا اذا كانت بتتصرف كده في عدم وجود حاجه تعصبه. صح. ماشي، طب اذا القولون فيه مرض ما يصحش اوصمه انه قولون عصبي. تمام. ده هو فيه مرض، واذا اتعالج هيرجع لطبيعته زي الشخص العادي، اذا شلت كل الضغوط مش هيبقى عصبي. صح. فالقولون العصبي لا يشخص الا بعد استثناء كل الامراض العضويه، بدايه من الالتهابات، مرورا بالتقرحات، وصولا الى الاورام. طيب هو مريض القولون العصبي هو الاكثر عرضه لسرطان القولون؟ ملهمش علاقه. ملهمش علاقه. بس هو الحقيقه مشكلتنا انه قد يعيش فتره طويله. اوكي. وهو ظنا منه ده قولون عصبي وهو عنده حاجه ثانيه. ظنا منه على اساس الاعراض يا دكتور، ولا ظنا منه على اساس سوء تشخيص من الطبيب المختص؟ لا، على اساس الاعراض. بصي حضرتك، احنا الانسان يقدر يعالج نفسه يومين ثلاثه كده. ماشي. مسكنات بقى وكل الكلام. اذا كان مثلا جات لي شويه وجع واخدت حاجه راحت اقدر اعمل كده. اذا ما اتحسنتش لازم اروح لطبيب. اسبوع 10 ايام ما اتحسنتش لازم اكون بعمل فحوصات. ما يصحش ان انا اعيش حياتي متشخص بقولون عصبي سنين او سنه او اكتر وهو مش كده. تمام. ماشي، بناء على بس مجرد شكوى؟ لا، اذا يومين ثلاثه انا ما خفتش بروح لطبيب. اذا هو اسبوع 10 ايام انا ما اتحسنتش بيبدا بالفحوصات اللي ممكن بمنظار او بمقطعيات لحد ما نوصل للتشخيص. طب يا دكتور، لو عملنا لسته كده باسباب سرطان القولون، يعني في ناس هتقول هو انا ممكن ابقى انا كانديديت او انا اكثر عرضه، طب في حاجه انا بعملها في حياتي اليوميه، ولا الموضوع جيناتيك وراثي؟ الموضوع اساسه ايه بالظبط؟ اسبابه ايه؟ الموضوع الاثنين. ماشي. جينيتيك وراثي. اوكي. ماشي. علاوه على الحاجات الاخرى اللي هي نجمعها كده في هو نوعيه الحياه. تمام. اللايف ستايل اللي احنا عايشينه. الوراثي مهم، لكن هو بيمثل 20 ل 25% من حالات اورام القولون. طب ليه بنقول دايما الرجال اكثر عرضه؟
زي ما انا قلت في الانترو، او يمكن الاحصائيات بتقول انه ممكن يكون هما بنسبه اكبر شويه اكثر عرضه للاستقرار. هي الرجال اكثر عرضه من السيدات في اورام القولون. هي بنسبه يعني 1:1 لواحد واثنين من عشرة مقابل الستات، يعني أوكي. كل 12 راجل 10 ستات، او كل 11 راجل 10 ستات. فاذا هو الستات مش ما عندهمش مناعه، موجود في الاثنين، الرجاله اكتر شويه بالنسبه البسيطه اللي انا قلتها دي. اللي هو مثلا كل 12 راجل يجي لهم 10 ستات يجي لهم، تمام، بس مش اكتر من كده. فاذا هو موجود في الاثنين، في الرجاله والستات. لو رجعنا قبل ما نتكلم على جزئيه الاسباب، انا عايزه اوري مشاهدينا الصوره التشريحيه للموضوع. تمام، احنا لو بنتكلم على القولون عشان نبقى عارفين هو ايه اللي بنتكلم عليه. أوكي. ده الجزء الاخير من القناه الهضميه، يعني هنبدا بالفم ثم المريء ثم المعده ثم الامعاء الدقيقه بمكوناتها الثلاثه. تمام. ثم القولون. القولون بقى فيه جزء يعني بنقسم لاربع حاجات، لقولون صاعد ومستعرض، لكن احنا جراحيا القولون الايمن والايسر والمستقيم. تمام، ماشي، دول اللي بيفرقوا معانا في الاعراض وبيفرقوا معانا في العلاج وبيفرقوا معانا كل حاجه. يعني هو ده التقسيمه التشريحيه، لكن في العلاج والاعراض هو الايمن والايسر والمستقيم. تمام. دي صوره كان الاول كان القولون العادي خالص، الشكل الطبيعي العادي خالص. آه. وده طبيعي، بس زاد فيه كتله صغيره جوه القولون. حضرتك ملاحظه قد ايه هو انبوبه. أوكي. عضليه مش صغيره، كبيره، واسعه، تسع لحد ما يبقى الورم حجم كبير. فاذا يجب ان احنا نبدا باعراض من بدري، ما نستناش ما تبقى حاجه تسد القولون وتعمل لنا مشاكل. طب بقيه الاسباب بقى يا دكتور عبد الفتاح؟ بقيه الاسباب، الجينات قلنا حاجه مهمه جدا، تمثل 23%، والجينات دي مش حاجه واحده. أوكي. دي كذا، دي اكتر من حاجه، ومهم جدا ان احنا نشخصهم ونعرفهم. يعني في مثلا وراثي ومصحوب بنتوءات او بزوائد، ده مهم جدا. تمام، ماشي، لان العيله كلها لازم يبقى عندها فحص مبكر ويعني بروتوكول للتشخيص المبكر. وفي كمان وراثي لكن مش مصحوب بزوائد في القولون. مشكلته انه تشخيصه مش سهل زي الاولاني. أوكي. الاولاني اول ما نلاقي زوائد يعدوا 100 يبقى نقول ده خلاص، ده وراثي والعيله دي كلها معرضه ولازم يعملوا منظار من سن 25. الثاني ما فيهوش ده. تمام. لكن بتشخص بعده عوامل، منها ان هو اكثر من واحد في العيله قبل سن 45 معاهم اورام ثانيه ليها كرايتيريا واضحه. تمام. ماشي، اذا كان كده لا، ده بنبقى عارفين ان العيله دي كلها يعني فيها عرضه خطيره ولازم بروتوكول لازم يعملوه. اللي مش وراثي بقى، اللي مش وراثي اهم حاجه هتيجي في بالنا اكيد الاغذيه. اكيد القولون ده جزء من الجهاز الهضمي او من القناه الهضميه اللي اكيد بتتاثر بالمغذيات. تمام، ماشي. فالمغذيات اول حاجه نتكلم عن الاول نوعيه الغذاء. النظام الغذائي، بس قبل ما اتكلم على النظام الغذائي انا عايز اعرف ده الشكل اللي مش طبيعي ده ما بدانا فحوصات وعملنا منظار قولون، بصينا بص على القولون من جوه. اوكي، ماشي، بان لنا بقى في جزء في طرف الصوره ده الغشاء المبطن السليم. أوكي. الجزء اللي في الوسط ده ظهر كتله او ورم في القولون. تمام، نرجع بقى للنظام الغذائي او طريقه اكلنا او الاغذيه عامه. طريقه اكلنا اول حاجه نوعيه الاكل. ماشي، اللحوم الحمراء هي من الحاجات الوحشه جدا. أوكي. والمسببه لاورام القولون. نحاول نقنن من استهلاكها. حضرتك قلتي في الانترو يعني معلومه مهمه جدا ان هو اكثر عرضه في الغرب. تخيلي الفروق ما بين في الاحصائيات ما بين الغرب وافريقيا بتوصل الى 50 ضعف. أوكي. قد يكون اورام القولون في اوروبا وشمال اوروبا 50 ضعف اكثر من وسط افريقيا. تمام، ماشي، لان كان يقال ان الافارقه ممكن ما يجيلهمش اصلا اورام قولون عشان النظام الغذائي المبني على الاعشاب والنبات. تمام، ماشي. ده اتغير فتغيرت المقوله. طب انا عايزه يعني انا عارفه ان بتتعدد الاسباب، واحنا عايزين نعرف برضو نجامب للجزئيه المهمه العرب اللي الناس كلها عايزه تعرفها. طب انا دلوقتي اتشخصت وعندي سرطان القولون، هعمل ايه؟ اول ستيب ايه؟ طيب خلينا الاول اقول له ايه الاعراض اللي لازم تبقى يعني واخد بالك منها. تمام. ومركز عليها. احنا قلنا حالا ان القولون جراحيا بنقسمه الى الايمن. أوكي. اليمين. والايسر. أوكي. والمستقيم. كل واحد فيهم بيجي باعراض، يا اما اعراض مزمنه، ماشي، عرض يعني بيبدا معاه بالراحه كده وما هوش عرض حاد. تمام. او يجي بعرض حاد. القولون الايمن ده الجزء الاوسع من القولون. المريض بيجي بانيميا، عم بيخس، مش عارف يخس ليه، انا ليا شهور بخس وحاسس ان تعبان وهزلان لكن مفيش عرض حاد. ماشي، ده القولون الايمن. ساعات يجي بصوره حاده تشبه الزايده تماما. ماشي، والنصيحه بقى اي حد اعراض زايده في سن عدى 45 او 50 نحط ورم القولون في الحسبان. ونصيحه لو بدا عمل الزايده بالمنظار او الجراحه بدات بالمنظار. تمام، عشان ما يبداش يعمل زايده هو متخيل هي زايده عاديه خالص وما تبقاش كده، يبقى فاس مختلف تماما. مختلف تماما. ماشي، يبقى ده القولون الايمن. تمام. العرض يا اما عرض بيبدا بمنتهى الخبث اسمحي لي وبالراحه خالص وما بيحسش غير ان هو بيخس اعراض يعني أنيميا. مش حاده بيخس وانيميا. طب الايسر بقى يا دكتور؟ الايسر هو اضيق شويه، فالاعراض بقى هي الامساك، الانتفاخات،
بيحس ببطنه مش مش مش, مش يعني في دهبات في البطن ماشي. دي الاعراض اللي هي المزمنه ماشي. امساك بيروح ويجي لكن هو لازم يلاحظ انه بيروح ويجي ومع الوقت بيزيد. يعني لازم يلاحظ برضو الجزئيه دي. انا عايزه اقول انه هو مش ثابت. انا بعمل كنت بعمل كل ثلاثه، بعمل كل اربعه، بعمل كل خمسه والحده بتزيد وبقى معاه انتفاخات في البطن وقد يتخلل نوبات الامساك اسهال كذا. طب انا عايزه بقى وعد من حضرتك يا دكتور ان احنا نعمل سيجمنت كامله وفقره كامله نتكلم فيها باستفاضه عن طرق العلاج، لان للاسف الوقت خلص وان شاء الله الحديث بقي. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني. بشكر استاذ دكتور عبد الفتاح الشيخ، استاذ جراحه الاورام بجامعه الازهر، استشاري جراحه الاورام وجراحه المناظير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الفتاح، نورتني. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.